إلى بروكسل أرحب بزميلي من هناك مراسل القاهرة الإخبارية عمرو المنيري. عمرو، في مجمل هذه التصريحات يبدو أن أوروبا كانت لديها أو كان لديها صوت واحد في هذه التصريحات. شارل ميشيل يتحدث عن يعني أن السلام العالمي مهدد، مين عام حلف الناتو، الوضع مقلق، مع أن هذه الأمور واضحة منذ فترة طويلة. دعنا في سياق هذه التصريحات وأيضا تصريحات أورسولا فوندرلاين حول حل الدولتين. هناك زخم هنا في بروكسل، حلف شمال أطلسي، لديه اجتماعات مع وزراء الدفاع في يوم غد وبعد غد واليوم أيضا، ومارك روتا بالفعل قال تصريحات، ويوم غد ستكون هناك القمة الأوروبية، وكان هناك اليوم قمة أوروبية خليجية مع مجلس التعاون الخليجي والتي تقام لأول مرة هنا في بروكسل وستكون بالتناوب فيما بعد. ومن ذلك نفهم تماما أن أوروبا تسعى بشكل حديد على محاولة الوجود كفاعل سياسي وليس اقتصادي فقط في المنطقة، لأن المشكلة هنا تؤثر تماما على الدول الأوروبية. نتحدث هنا على حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والمشكلة الأوكرانية التي سيتم مناقشتها غدا في الاتحاد الأوروبي. مارك روتا كان هناك لديه تصريحات على مستوى الدول المختلفة، وأنه قال أنه من الهام جدا أن هناك تكون الديمقراطيات متحدة في المؤتمرات المقبلة وفي التحالفات، وهنا يقصد بأنه يوم غد وبعد غد سيكون هناك وجود لكل من اليابان ونيوزيلندا وأستراليا في الاجتماعات الناتو لأول مرة في تاريخ الناتو، وهذا معناه كما قال أو نوه أمين حلف شمال الأطلسي روتا، قال أنه هذا يقابل القوى الاستبدادية الموجودة، وهو يعني بذلك وقال صراحة بحسب تعبيرها مثل دول روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، وهذه الدول هي التي وراء أسباب عدم استقرار المنطقة. ومن ثم هناك طرح من قبل الرئيس الأوكراني لخطة انتصار كما اسمها، وسيعرضها يوم غد في الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي. لكن ياسر، حتى نجمع هذه الخطوط، لا، كل هذا مترابط بشكل كبير، لأن وزير الدفاع الأمريكي سيكون موجود أيضا في اجتماعات حلف شمال الأطلسي، وأيضا القادة الأوروبيون سيجتمعون يوم غدا لمناقشة الملف الأوكراني والملف الشرق الأوسط بأكمله. شكرا. بما فيها غزة وبما فيها التوحد الذي كان عليه الاتحاد الأوروبي في إدانة إسرائيل بالهجوم على اليونيفيل. من العاصمة البلجيكية بروكسل، عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك عمرو.